الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أشتغل في عيادة خاصة وكنت أستلم راتبي باليد، وجاء قرار من وزارة العمل أن يسلم الراتب عبر البنوك، وأمر مدير العيادة جميع الموظفين بالذهاب لبنك معين لفتح حساب هناك. يقول: بصراحة أنا خائف من أن يكون ذلك البنك ربوي، وإصرار المدير على فتح حساب بذلك البنك بالذات لا أحد يعلم أسبابه، على الرغم من أن البعض لديهم حسابات في بنوك تسمى إسلامية وأنا من ضمنهم، إلا أنه يريد كافة الموظفين بذلك البنك. يقول: قد بحثت كثيرا حول موضوع البنوك وليست لدي أدنى فكرة إن كان ذلك البنك ربوي أم لا، وقد وجدت أنه إذا كان لديك حساب جاري في بنك ربوي ونزل راتبك فيه فعليك سحب راتبك فورا نزوله حتى لا يستفيد منه البنك، فهل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كنت تجد مندوحة عن عدم افتتاح حساب جار في مثل هذه البنوك الربوية فلا جرم أنه هو الواجب عليك، فإن المتقرر عند العلماء أن من يتعامل بالربا لا يجوز أن يتعامل الإنسان معه بأي وجه من أوجه التعامل إلا فيما أوجبته الضرورة أو الحاجة الملحة. لا ينبغي للإنسان أن يفتتح شيئا من الحسابات في مثل هذه البنوك الربوية في حال السعة والاختيار، ولكن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الإنسان إذا اضطر اضطرارا إلى ارتكاب المحرم فإنه يجوز منه ما تنكشف به الضرورة. وبناء على ذلك، فإذا ألزمكم مدير هذه العيادة بافتتاح حسابات في مثل هذه البنوك بعد علمكم بأنها بنوك ربوية، فإنه يجوز لكم افتتاح هذه الحسابات من باب الاضطرار لا من باب الاختيار، لأنكم مضطرون إلى استلام هذه الرواتب ولا تستطيعون استلامها إلا بعد افتتاح هذه الحسابات في هذه البنوك، فأنتم في ضرورة، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليك بعد نزول راتبك عليك أن تسحبه من هذا البنك مباشرة حتى لا يتمكن البنك من استغلاله أو الاستفادة منه في معاملاته الربوية، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها وليس لإبقاء الراتب بعد نزوله في هذا البنك ضرورة، والله أعلم.